Hi! Oui, elle dit elle avait du tchènia jellyfish YouTube. Yes. Tchènia. J'ai dit on va se partager avec vous un masque hydratant. Kirtab. J'ai kirtab, c'est ma qui est ici. Donc, au Sahel, vraiment, je fais bizarre dire les ingrédients. Ou tu peux au cas où de la clarification les renards dans les vidéo chez les gens ou là une fois que tu as vraiment neige bzaf ou chasse au tartib tu peux en comme dire que tu fais les besoins de donc voilà fait que c'est les ingrédients de qui c'est le chif drif mais fiche mais chakil chidikin j'espère que tu as comme la vidéo. Ou et là je vais comme dire like ou dire subscribe. Ah, les commentaires mais dire la vidéo. Je vous souhaite les commentaires, si vous avez souhaité les commentaires. Yalla, bye bye. هاد الماسك نحتاجو مايزينا شوفان وزريقه الكتان وكاس ديال الماء باش نخلطو هاد لي زانكاتيون كاملين. غادي ناخذو معلقه كبيره من كل حاجه مايزينا زريقه الكتان وشوفان وغادي نزيد عليهم نص كاس ديال الماء لابار ديال هاد الكاس اللي عندي. غادي نخلطهم مزيان مزيان قبل ما نشعل لهم العافيه باش هكا مايزينا ما تكركبش ليا. دونك غادي نخلطهم بالماء بارد مزيان عاد ابري غادي نشعل لهم العافيه وغادي نزيد نخلطهم ونزيد عليهم نص كاس ديال الماء اللي بقى ليا في الاول. غادي نخلط مزيان اون فوا كتولي لا تيكستور ديالو بحال هكا ثقيله شويه غادي نهزوه وهو سخون وغادي نصفيوه. ضروري تصفى هو سخون علاش باش يتصفى لينا دغيا وما يكرفسناش. الا خليناه حتى برد لا تيكستور ديالو غتزيد تقال وما غيبغيش يتصفى لينا دوكو مزيان يتصفى عاد ابخي نخليوه يبرد ونابليكيوه على الشعر. الصفاية خاصها تكون رقيقة يعني دوك سميتو ديالها يكون رقاق باش هكا ما يخليوش لينا ما يخليش لينا دوك الفراس ديال الشوفان وداكشي في شعرنا ويكرفصنا فاش نكونو كنغسلوه. دونك فوالا لا تيكستور ديالو غادي نوريها لكم ما كتكون ما خفيفة ما ثقيلة بزاف بين وبين وكيجينا ساهل باش نابليكيوها على الشعر. دونك فوالا هي لا تيكستور ديالو ما خفيف ما ثقيل كيما قلت لكم بحال شي جيل خفيف. المهم هكا كتكون لا تيكستور. من مورا الدوش غادي نابليكي. دونك انا غادي نديرو على شعري نقي حتى غسلت بالشامبوان كلشي عاد غادي ندير لو ماسك. غنقسم شعري شعري ما مشطوش خليته بحال هكاك مخبل اي غسلته مزيان. غادي نهز واحد شويه في يدي وغادي نبدا نابليكيه ما كنوصلش لي غاسين حدي لي لونغور و كنبقى نابليكي بلاصه بلاصه وكنسرح شعري بالمشطه ديال الدرهم العاديه. غير هو لا تكنيك باش تسرحوا شعركم من التحت للفوق هذه ديما كنقولها من التحت للفوق باش ما يتهرس الشعر. الا شفتو شعري دغيا تسرح فريمون ما تعذبتش. دونك ابخي غادي نلوي شعري ندير هاد لي تويست وغادي يبقى خدامه بحال هكا حتى نسالي شعري كامل ونتلقاو منين نساليه. اون فوا تسالي و تويستات غيجيو يجيكم بحال هكا. من بعد ديرو ميكا ديرو بوني الى عندكم ديال بلاستيك ديرو اي حاجه بغيتوها مهم تقبط لكم شعركم مزيان. وانا موراها درت هاد الفوطه درت ليها ما سخون
يعني سخونه ودرتها على شعري باش يشرب ليا مزيان، حيت شعري ديما كيخصو فوطه سخونه في لي ماسك وهادشي كامل. انا من بعد نهضر لكم على هادشي ديال الفوطه سخونه اون ديتاي في الفيديو الجايين. صافي خليته ساعه، تقدروا تخليوه من 30 دقيقه حتى لساعه، وابخي غسلوه غي بالماء وديروا لابخي شامبوان ديالكم الا بغيتو، وديروا ستايلين نورمال اللي مورفين كديروه. انا هنا درت ليفين و لو جيل. صافي وخرج ليا شعري بحال هكا، خرج خفيف حيت درت لا كلاريفيكاسيون قبل، وابخي لو ماسك راه خلاه بيان ايدغاتي، لي بوكل زوينين مقادين، كلشي وادك. جيسبيغ يعجبكم، وقولوا ليا كي جاكم شعري وكي جاكم لي ريزولطا. بيزو، نتلاقاو فيديو جديد.